بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله صباحكم ومساءكم جميعا بكل خير واهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء. هذا اللقاء الصحفي التفاعلي بين وزاره التربيه والتعليم والمؤسسات الاعلاميه ممثلي المؤسسات الاعلاميه. في مرحله تستعد الوزاره فيها لاطلاق العام الدراسي الحقيقه هذا المؤتمر الصحفي او او اللقاء الصحفي ياتي عقب اللقاء الذي تم بالامس مع معالي الوزير عبر فضائيه فلسطين وكان في نقاش حول مضامين العوده الى المدارس الوزاره كان من المهم ان تضع في اطار اعلام المجتمع الفلسطيني Uh, جملة من الاجراءات الاعلاميه التي تهدف الى حقيقه وضع المجتمع الفلسطيني في صوره كافه التحضيرات الخاصه بهذا الموضوع، بالامس لم يكن الوقت كافيا لاستعراض مع الوزير لكافه مضامين التحضيرات التي تمت في الوزاره، وبالتالي كان في ترتيب بالامس الحقيقه لعمل مؤتمر صحفي او لقاء صحفي يتضمن امكانيه البحث في كافه القضايا والاجراءات الخاصه بي عودة الطلبة إلى المدارس وافتتاح المدارس. فاهلا وسهلا بالجميع واتمنى ان شاء الله ان تكون الوزارة قد أتمت كل الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع وهذا ما حصل فعلا. اليوم احنا على بعد أيام قليلة من افتتاح العام الدراسي الذي سيكون وفقا لقرار مجلس الوزراء يوم الأحد كما كان مخططا له. في اطار اجراءات محدده تم الاعلان عنها من قبل مجلس الوزراء بناء على ما قدمته وزاره التربيه والتعليم في هذا الاطار اريد ان استعرض في هذا المؤتمر جمله من المحاور الاساسيه المرتبطه بالعوده الى المدارس او اعاده افتتاح المدارس في فلسطين وهذه الاجراءات حقيقه يعلن عنها بعد اشهر من العمل المضني الذي قامت به الوزاره بطواقمها واداراتها المختلفه وايضا بالتفاعل والتشاور مع كافه الجهات ذات العلاقه في المجتمع الفلسطيني من اجل وضع الامور في سياقها ووضع تصورات واضحة ومحددة للعودة إلى المدارس في ظل استمرار انتشار الوباء في فلسطين كما هو الأمر في باقي أرجاء العالم لذلك يعني كان في هناك حقيقة إجراءات محددة وتم أيضا إعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع الوزير في بداية الشهر الماضي حيث أعلن عن هذه الخطة وأصبحت هذه الخطة موجودة بشكل رسمي في كافة الاروقه وايضا في كافه مستويات العمل في وزاره التربيه والتعليم وهي الخطه المعروفه بخطه العوده الى المدارس في ظل استمرار الجائحه في فلسطين. اليوم نحن ايضا نقوم بهذا الجهد حقيقه بهدف تحقيق امرين. الامر الاول هو رغبه الوزاره وعمل الوزاره والحكومه الفلسطينيه بشكل عام والمجتمع الفلسطيني للحفاظ على حياه ابنائنا وعلى صحتهم من اي احتمال لاصابتهم بهذا الفيروس. فهذا المنطلق الاول الذي تنطلق منه الوزاره. اما المنطلق الثاني فنحن ايضا على بعد سته اشهر من انقطاع ابنائنا وبناتنا عن التعليم بسبب هذا الوباء. وبالتالي الحفاظ على حقهم في التعليم، عودتهم الى المدارس هي جزء لا يتجزأ من مسعى المسعى الفلسطيني العام للحكومه الفلسطينيه، للقياده الفلسطينيه، للمجتمع الفلسطيني بان تدب الحياه في رئته التعليميه وفي مؤسساته التعليميه وبالتالي كان من المهم ايضا ان نذهب في هذا الاتجاه. لذلك من المهم جدا أن نبقي هذين الأمرين في الذهن عندما نتحدث عن العودة للمدارس في البداية الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة بعمل كل الترتيبات الخاصة بهذا الأمر وبذلت في ذلك مجهودا كبيرا بوضع الآليات والتصورات في هذا الموضوع وستتحدث عن ذلك بشكل واضح عندما نتحدث عن البعد الصحي لوقاية أبنائنا من الإصابة عندما يعودوا إلى المدارس لكن في البداية نذهب إلى المحور الأول وهو المحور الخاص بالدوام المدرسي إحنا نذهب إلى الدوام المدرسي ابتداء من السادس من الشهر الحالي يعني يوم الأحد القادم في نظام أعلنته الوزارة وكان جزءا لا يتجزأ من منطلقات الخطة التي أعلنها مع الوزير وهي خطة العودة للمدارس في إطار نظام يسمى بنظام التعلم المدمج تعلم المدمج الهدف منه أولا وقبل كل شيء ضمان التباعد بين الطلبه عندما يعودوا الى المدارس هذا هو الهدف الاساسي وبالتالي تقليل عدد الطلبه في الغرف الصفيه هو هدف مهم جدا كان من الممكن تحقيقه في اطار منحه العمل باتجاه التعليم المدمج في في اتجاه التعليم المدمج في المدارس التي لا يمكن ان تحقق التباعد سيتم قسمه الشعب المدرسيه او الشعب الصفيه الى شعبتين الشعبه تقسم الى شعبتين وفي كل شعبه يكون في هناك دوام بنظام احد اسبوعين دوام نصفي لمده اسبوعين احد ثلاثه خميس اثنين اربعه والشعبه التاليه تداوم اثنين اربعه احد ثلاثه خميس، اعتقد هذا النظام اصبح نظاما واضحا في اذهان التربويين وفي اذهان المدارس في اذهان المجتمع الفلسطيني، والهدف اولا واخيرا واكرر هو ضمان التباعد كاحد الاجراءات الاساسيه في ضار البروتوكول الصحي للعوده إلى المدارس هذا البند الأول البند الثاني نحن الوزارة في إطار الخطة العودة المدارس سمحت للطلبة الثانوية العامة لهذا العام طلبة الصف الثاني عشر بالعودة إلى المدارس ابتداء من السادس من الشهر الماضي هذه العودة كانت وستستمر ولن تنقطع مع اتخاذ مزيد من الإجراءات للوقاية من الإصابة في حال يعني تطلب ذلك والمحور الثالث هو المحور الخاص بالتدرج في موضوع العوده مشان نكون واضحين قرار الحكومه الفلسطينيه كان واضح وهذا القرار يشمل كافه المدارس الحكوميه ووكاله الغوث والمدارس الخاصه العوده الى المدارس تبدا في الاسبوع القادم في السادس من هذا الشهر بعوده الطلبه في الصفوف من الصف الاول حتى الصف الرابع بالاضافه الى الصف الثاني عشر وبعد أسبوعين أي في, في العشرين في ال20 من الشهر الحالي يعود كافة الطلبة لماذا تم هذا الأمر؟ مهم جدا أن نعرف أولا وهذا أيضا أوضحه مع الوزير في اللقاء بالأمس أولا من المهم للغاية أن يكون في هناك فترة تستطيع المدارس أن تطبق مضامين الوقاية الصحية وأن يستمر ويتصاعد تتصعد الجهوزيه لدى المدارس في اتجاه اتخاذ اجراءات في هذا الموضوع. ثانيا من المهم ان يكون في هناك متابعه يوميه من قبل وزاره التربيه والتعليم ووزاره الصحه الفلسطينيه لموضوع التطور في الحاله الوبائيه في فلسطين، وهذا له انعكاسات واضحه من المهم جدا ان نكون يوما بيوم في حاله درايه حولها وبالتالي القرار بالاستمرار مرتبط ب توفر بيانات واضحه مرتبطه بالحاله الوبائيه ومرتبطه بالتدريب والجهوزيه ليس فقط من قبل المجتمع المدرسي إن انما ايضا من قبل المجتمع الفلسطيني من قبل اولياء الامور لان هناك عادات مهمه جدا وهناك اجراءات وهناك قضايا لابد من ان يكون في هناك يعني التزام بها من قبل الجميع لان موضوع العوده الى المدارس في ظل انتشار الوباء تتطلب تضافر اكبر الجهود ما بين المدرسه والمجتمع الفلسطيني وبالتالي في هذه الفتره فتره الاسبوعين هي الفترة التي يعني سيكون في هناك تكثيف لهذه الجهود باتجاه دراسة التطور في الحالة الوبائية، تدريب الطواقم المدرسية والمجتمع المدرسي من أجل أن يتعامل مع التعلم والدوام المدرسي في ظل استمرار الوباء، والبند الآخر هو ترسيخ حالة التعاون ما بين المجتمع الفلسطيني والمجتمع المدرسي باتجاه أن يكون في هناك ممارسات تزيد من حاله الوقايه لدى ابنائنا وبناتنا في هذا الموضوع فهذا فيما يتعلق في الدوام المدرسي طبعا المعلمين والمعلمات موجودين في المدارس في حال الدوام وهناك ايضا تشجيع وترتيبات من قبل الوزاره باتجاه ان يكون هناك عمل ايضا بين المعلم والطالب حتى في الصفوف الاخرى التي لا تداوم في هذه الفترة من خلال اليات ابتدعتها الوزارة واوجدتها ويستطيع المعلم ان يستخدمها بكفاءة وباقتدار في هذه المرحلة وسنتحدث عنها عندما نتحدث عن موضوع التمكين التكنولوجي. المحور الثاني هو المحور الخاص بتوفير الموارد البشرية للنظام التربوي. في موضوع توفير الموارد البشرية للنظام التربوي اصبح واضحا لدى الجميع بان الوزارة قامت بكل ما يجب. من اجل ان يتوفر في المدارس المعلمين ومديري المدارس والمرشدين التربويين وكل من سيساهم في قضايا التعليم وفي قضايا الوقايه. لذلك كان قرار مجلس الوزراء بالجلسه السابقه باقرار تعيين 1900 كادر تربوي في وزاره التربيه والتعليم يصب في هذا الاتجاه. وايضا كان في هناك اجراءات مكثفه لتدريب كل الطواقم المدرسيه بهذا الموضوع طبعا هذا تضمن ايضا توفير اذنه مما يسمح للمدارس من ان تقوم بالواجب في اتجاه توفير الخدمات الوقايه الصحيه في داخل هذه المدارس بشكل ايضا يتطلب التعاون مع الطلبه ومع اولياء الامور ومع المجتمع بكل مؤسساته وبالتالي نحن نذهب الى افتتاح عام دراسي والوزاره قد انجزت حقيقه كل ما تطلب من جهود باتجاه توفير الكوادر البشريه المطلوبه لبدايه حقيقيه بدايه امنه وبدايه موافقه ان شاء الله للجميع لعام دراسي نطمح بأنه يتمكن أبنائنا من أن يتعلموا وأيضا أن يكونوا في مأمن وفي أمان وهذا شعار الوزارة بالمناسبة في هذا الفترة أن نتعلم جميعا بأمان والتعلم بأمان يتطلب تضافر الجهود منا جميعا المحور الثالث هو المحور الخاص بالتمكين التكنولوجي أنا تحدثت بأنه ما أطلق معالي الوزير في خطة العودة إلى المدارس كان يتحدث عن التعليم المدمج. في الحالات التي لن تتمكن من توفير التباعد الكافي في اطار الالتزام بمعايير المعايير البروتوكول الصحي العوده للمدارس، البروتوكول الصحي للعوده للمدارس. هذا يعني ان الوزاره حقيقه ذاهبه باتجاه ان يكون جزء من الطلبه موجودين خارج المدارس في بعض الاوقات، في بعض الايام. طبعا كما تحدثنا خمسه ايام في كل اسبوعين دوام وجاهي كامل وخمسه ايام في كل اسبوعين موجودين الطلبه في البيوت حيث زملائهم يكونوا موجودين في المدرسه هذا تطلب ان تنشئ الوزاره وتقوم بجهود تعنى بامور مختلفه مرتبطه بالتمكين التكنولوجي ويجب ان يفهم بان هذا الامر لا يرتبط بموضوع التعلم الالكتروني فقط لانه الكثيرين في مجتمعنا الفلسطيني بفكروا انه احنا رايحين باتجاه انه نعمل تعلم الكتروني نقطه الوزاره ادركت حقيقه منذ فترة لأنه كان في عنا جمع متواصل البيانات المرتبطة بوصول الناس للإنترنت بتوفر الأجهزة الموجودة بين إيديهم بكل هذا الكلام وبالتالي أدركت أهمية أن يكون هناك خيارات متنوعة للوصول إلى التعليم وليس فقط من خلال التكنولوجيا لذلك احنا ذهبنا ايضا باتجاه حل بعض الاشكالات الخاصة بالتكنولوجيا وبالمناسبة اليوم سيكون هناك توقيع اتفاقية بين الوزارة ومجموعة الاتصالات الفلسطينية من اجل توفير مكونات اضافية لتمكين التكنولوجي في المجتمع المدرسي هذا خاص بالمدارس وبالطلبه والمعلمين وخاص بامكانيه الوصول المجاني للمواقع التي تعتمدها وزاره التربيه والتعليم لذلك حتى يكون مفهوم احنا عندما نذهب الى التمكين التكنولوجي نذهب الى مسار التعليم المدمج الذي يتيح للطفل الفلسطيني عندما يكون موجودا في البيت ان يتواصل مع التعليم يتواصل مع مدرسته ويتواصل مع الحصص المدرسيه التي تبث باشكالها المختلفه وفي هذا الاطار اود ان اعلمكم بما يلي اولا ان الوزاره الان في اطار هذا الاتفاق الذي سيوقع اليوم ستتيح للمدارس الفلسطينيه جميعا بان يكون لديها انترنت كافي حتى تقوم بكل الاعمال الفنيه والاداريه الخاصه بالتعليم وهذا امر مهم جدا في هذه اللحظة بالتحديد بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة قامت بإنشاء أو بتعميق العمل بمنصتين مهمتين تحتويان محتوى تعليمي ومحتوى مرتبط بالتواصل ما بين المدرسة والطالب والمعلم وولي الأمر أولا بيئة التواصل الإلكتروني المدرسي ما يعرف بالإي سكول هذه منصة الآن جهزتها الوزارة بكل ما يضمن أن يكون الطالب على تواصل بكل الشأن المدرسي بما في ذلك الشأن التعليمي حتى يستطيع الطالب وهو موجود في في خارج المدرسة أن يتواصل مع معلمه ويتواصل مع كل المواد التي نبتغي أن ينظر إليها الطالب، بالمناسبة مواد تعليميه وارشادات نفسيه وارشادات صحيه واجراءات اداريه مرتبطه في الدوام واعلام خاص بالطلاب وبالتالي كل الطلاب الفلسطينيين الان ونحن نعمل الان حتى على ربط الطلبه في المدارس الخاصه ومدارس وكاله الغوث سيكون لديهم امكانيه بالولوج الى منصه الاي سكول من اجل الاستفاده من الخدمات التربويه والاداريه التي والنفسيه والصحيه التي توفرها وزاره التربيه والتعليم في هذه المنصه. وهذه المنصه ستكون متاحه حقيقه للجميع بحيث اليوم احنا نقول بانه كل الاطفال كل الطلبه موجودين على هذه المنصه، كل المعلمين موجودين على هذه المنصه ونحن نسير بهذا المسعى بشكل ملائم. ثانيا في هناك مسعى مستمر لايجاد محتوى تعليمي الكتروني. حصص تعليميه مصوره وهذه الحصص التعليميه المصوره والمحتوى الالكتروني المرتبط بالمناهج هو موجود من اجل استخدامه باتجاهين الاتجاه الاول وهذه البشره الساره التي حقيقه قدمت وزارة التربية والتعليم بالأمس من خلال معالي الوزير الشكر والتقدير للقيادة الفلسطينية لسيادة الرئيس للحكومة الفلسطينية وأيضا لهيئة لدعوة التلفزيون على الجهد الذي أدى إلى إطلاق هذه المحطة الفضائية اللي اسمها فلسطين التعليمية التي ستكون بيت كل طالب فلسطيني عندما يكون خارج المدرسة حتى يتابع دروسه وبالتالي نحن ذاهبون باتجاه تعزيز المحتوى الذي يستطيع الطالب الوصول له سواء كان لديه انترنت ولا ما كانش لديه انترنت من خلال هذا المحتوى التعليمي الذي سيتوفر اولا عبر الفضائيه ويبث بشكل تتابعي ينسجم مع ما هو موجود في المدرسه يعني الماده التي تعرض بهذه الفضائيه ستكون قريبه من زمنيا مما يعرض في داخل المدرسه لأن هذا مرتبط في المحتوى التعليمي اللي قدمته وزاره التربيه والتعليم والمحور الثاني انه هذه المواد ستكون ايضا جزء لا يتجزا من المنصه التعليميه اللي سميناها اي ليرن اي ليرن وهذه e دو 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 بي اس ستكون ايضا متاحه في بكل ما فيها من محتوى تعليمي لكل الاطفال في فلسطين، وبالمناسبه هذا متاح للطلبه الفلسطينيين في فلسطين ومتاح للطلبه الفلسطينيين اينما كانوا، وبالتالي هذا انجاز تربوي نوعي تاريخي آآ آآ يعني انجز في هذه الض... في هذا الظرف العصيب في هذا الظرف الصعب واعتقد انه هذا انجاز يلزم في ظل استمرار الجائحه وفي ظل عدم وجود الجائحه لذلك احنا حقيقه نهنئ كل من اولياء الامور والطلبه والاسره التربويه وايضا نشكر كل من دعم جهود الوزاره في هذا الاتجاه لانه في هناك تعاون كبير تم بين الوزاره وبين اطراف كثيره من اجل ان نصل الى هذا الموضوع المحور الآخر في موضوع التمكين التكنولوجي أنه إحنا إخوان كنا نسعى بكل ما أوتنا من قوة أنه كل واحد يستطيع أن يصل إلى منصات وزارة التربية والتعليم إذا كان لديه الإنترنت بأي طريقة بدون تكلفة هذا حلم وهذا الذي تسعى إليه الوزارة باستمرار وهذا الذي عملنا مع مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع مجموعه الاتصالات الفلسطينيه ومع شركات الاتصالات ومع كل من له علاقه من اجل ان يحصل الان هذا الامر سيتاح حسب الامكانيات الموجوده يعني الاتفاق الذي سيتم توقيعه سيؤدي الى الوصول المجاني بمعنى اللي عنده حزمه مش رح مش يخسر من حزمته اذا اذا دخل على الايسكول او دخل على الاليرن لكن حسب الامكانيات وحسب الأوقات وبالتالي إحنا ذاهبين باتجاه تعزيز هذه الإمكانية من أجل أن تكون إمكانية تامة وشاملة بالإضافة إلى ذلك سنعتقد أنه في هناك أيضا جزء من الاتفاق سيمكن الطلب الموجودين في البيوت اللي بيستخدموا الخدمات الانترنت المنزلية من الوصول إلى هذه المنصات مجانا عبر هذه الآلية وبالتالي مجانا في اوقات محدده اللي هي ليست اوقات الذروه بتعرفوا الناس بتقعد على الانترنت في اوقات معينه واحنا للاسف الشديد يعني يمنعنا الاحتلال البغيض من ان يكون لدينا خدمات انترنت متطوره آه 4G وخلافه وبالتالي آه خدمه الانترنت في فلسطين خدمه محدوده مرتبطه بخدمات الجيل الثالث لذلك نريد ان لا نعطل ايضا خدمات الناس آه لذلك نكثف هذا الموضوع في فتره في الفتره الصباحيه من الساعه 8 للساعه 3 آه في, ال في البيوت وان شاء الله انه ايضا من خلال خدمات 3 g ممكن يط... يعني يكون متاح في فترة لاحقة لذلك نحن أيضا نسير في هذا الاتجاه كجزء من عملية التمكين التكنولوجي لجميع للجميع والمحور الآخر هو المحور الخاص بأيضا التمكين التكنولوجي للفقراء وفي هذا المسعى نحن نعمل مع وزارة الاتصالات ومع المؤسسات المانحة لتوفير التجهيزات التكنولوجية للطلبة الفقراء في إطار يعني اتفاقيات محددة مع وزارة الاتصالات، وأيضاً في إطار نظام وزارة التنمية الاجتماعية التي تحدد بالضبط معايير من هو الطالب الفقير وكيف يمكن أن يتم، وهذا مسار تسير فيه الوزارة بشكل ثابت بحيث أنه نمكّن الأطفال اللي ليس لديهم إمكانية لشراء الاجهزه حتى اجهزه التليفون اجهزه الهاتف الذكيه او التابلت وخلافه هذا موضوع سيبدا وسيستمر بمعنى احنا يعني هذا الموضوع موضوع تصاعدي وتسعى الوزاره وزاره لتحقيقه بشكل وايضا الحكومه لتحقيقه بشكل مستمر بدانا بدايات مهمه ونستمر في هذا الموضوع ان شاء الله في غضون الاشهر القادمه يكون قد اكتمل لكل الاطفال الذين هم لعائلات فقيره والمحور الاخير في التمكين التكنولوجي هو التدريب. تدريب. التدريب معناه انه احنا نريد لمعلمنا ان يعمل عن بعد. نريد لمدير المدرسه ان يدير مدرسته عن بعد. نريد لكل المجتمع المدرسي ان يكون قادر على على العمل عن بعد. ليه؟ لانه ايضا نحن لدينا خطط بتتطلب احيانا ان تغلق المدارس. لسبب من الاسباب والسبب الظاهر لدينا هو انتشار الوباء. وبالتالي تدريب تمكين المدارس تكنولوجيا وتدريب المعلمين على استخدام منصات مهمه للتفاعل وللتعليم عن بعد هو جزء من من أجزاء من الاجزاء التي انجزت في وزاره التربيه والتعليم. لذلك اليوم لدينا تقريبا كل المعلمين تم تدريبهم على استخدام مايكروسوفت تيم وهي منصه معتمده من قبل وزاره التربيه والتعليم للتواصل ما بين الطالب والمعلم ويستطيع المعلم ان يستخدمها بكفاءه وباقتدار وايضا فيها محتوى تعليمي. بالاضافه الى ذلك تم تدريب كل المعلمين على تصميم التدريس عن بعد، تصميم التدريس عن بعد يعني المعلم اليوم اصبح يستطيع ان يقدم ماده تعليميه ويرسلها الى الطالب في مكان اخر. وهذا ايضا متاح. وايضا تم تدريب المعلمين على استخدام ادوات تربويه نتحدث عنها لاحقا انجزتها الوزاره لضمان التعلم عن بعد وهي موضوع الرزم التعليميه وايضا موضوع الواجبات المدرسيه الاسبوعيه. وهذا ايضا من الانجازات المهمه التي ستجعلنا قادرين على ان نكمل المسير عن بعد. فهذه هذه القضايا في مجال التمكين التكنولوجي هي جزء لا يتجزا من 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 مجموعه من من الخيارات والامكانيات التي لا تتحدث فقط عن التعلم الالكتروني انما تتحدث عن اجراءات وبدائل وخيارات عديده توفر للطالب امكانيه التعلم عن بعد لذلك مهم جدا ان نركز على هذا الموضوع لانه في المجتمع الفلسطيني احيانا ينتقد الناس انه وين رايحين فينا على التعلم عن التعلم الالكتروني، إحنا لا نتحدث عن ذلك فقط، نتحدث عن التعلم الالكتروني كجزئيه من الجزئيات الخاصه في موضوع التعلم عن بعد، لانه ندرك حقيقه طبيعه الحاله وندرك ايضا ان هناك مزيد من من المراس في هذا الموضوع حتى يكون راسخا واضحا في المجتمع الفلسطيني. المحور الاخر هو المحور الثالث أو الرابع هو المحور الخاص بالاستعدادات التربوية. إحنا طبعاً المنهاج الفلسطيني والكتب المدرسية الفلسطينية أنجزت وطبعت وستقدم لكل طالب في 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 بداية العام الدراسي كما هو كما هي العادة كما هي العادة نوفر الكتاب المدرسي في إطار عمليات مهمة تقوم به الوزارة في هذا في هذا الاتجاه. سواء كانت عمليات تقوم فيها مركز المناهج أو عمليات تتم, تتم في إطار طباعة الكتب المدرسية وهذا عبء كبير حقيقة سنوي على الوزارة وعلى الحكومة الفلسطينية لكن بالإضافة إلى ذلك وإدراكا من, من الوزارة بأهمية أن يتم النظر إلى هذا المحتوى في إطار استمرار الوباء وعدم تمكن الطالب في هذه المرحلة من أن ينجز كامل ما هو موجود في هذه الكتب أو في هذه المواد تم لجأت الوزاره الى ايجاد ما يسمى بمفهوم الرزم التعليميه او الوحدات المتمازجه او اي ايا كان، هذه الرزم هي عباره عن خلاصه لاهم المفاهيم والمهارات الموجوده في الكتاب المدرسي. وهذه الخلاصه اللي هي تشكل العمود الفقري للماده التعليميه توجه التعليم وتركزه باتجاه ما يجب انجازه تعليميا خلال العام الدراسي. وايضا توفر للطالب وهذا ما قامت به الوزاره جمله من ادواتهم الذاتي يعني الطالب وهو بيقرا بيعرف بالضبط انه هو فاهم ولا مش فاهم. وبالتالي هذه الرزم هي اطار مهم جدا للتعلم خلال الفتره القادمه، احنا قسمنا السنه في في فتره الكورونا الى اربعه اقسام، وبالتالي اعداد مواد التعلم ستتم ربعيا، كل شهرين مره، لانه ممكن تتغير الظروف. ممكن تتغير الظروف ممكن أن نعود إلى فتح المدارس كما كنا وممكن أن تتعقد الحالة لذلك اليوم إحنا نتحدث في هذا الموضوع عن الشهرين القادمتين القادمين وبالتالي نحن ذاهبون بهذا الاتجاه بالإضافة إلى ذلك آه الآن سيتم تعميم آه نموذج لواجبات بيتية أسبوعية في كل مبحث من المباحث ولكل صف من الصفوف في كل أسبوع يحصل الطالب على واجب بيتي مطلوب ان ينجز خلال الاسبوع والمعلم ينظر له في نهايه الاسبوع ويعطي التغذيه الراجعه هذا الواجب البيت الاسبوعي مرتبط ايضا بعمليه التاكد من قبل المعلمين بان الطالب يسير ويتعلم حتى وهو خارج المدرسه وبالتالي هذا أيضا جزء لا يتجزأ من الاستعدادات التربوية التي تمت وتتم بشكل أساسي في خلال المحتوى التعليمي وأيضا عندما نتحدث عن المحتوى التعليمي لا أريدكم أن تنسوا ومجتمعنا يجب أن يعرف بأن الوزارة كما ذكرت سابقا عندما كنت أتحدث عن الفضائية التعليمية بأن الوزارة في مسار لإنجاز آلاف الحصص التعليمية المصورة آلاف الحصص التعليمية لكل الصفوف في المباحث الرئيسيه اللغه العربيه والرياضيات والعلوم واللغه الانجليزيه هذه ستكون هي العمود الفقري للبث التلفزيوني وهذه عند اعدادها احنا لا نتحدث عن شيء ممكن التداول فيه بسهوله، تقوم الوزاره باجراءات مهمه جدا للتاكد من نوعيه هذه المواد وانها تصلح للبث وانها بالمستوى اللائق الذي نريده لابنائنا والذي يعبر عنه لذلك في فرق عديده في الوزاره تعمل في هذا الاتجاه وتقوم بكل ما يجب القيام به بهذا الموضوع في اطار معايير وطنيه محدده. المحور الاخر هو المحور الخاص بالجانب الصحي، ويمكن هذا المحور الاكثر اهميه في المرحله الحاليه. احنا اخوان هدفنا في موضوع الجانب الصحي واضح. اي اجراء بناخذه هدفه ان لا يكون في المدرسه اساسا اي شخص مصاب او مشتبه باصابته. واضح؟ اي اجراءات سنتحدث عنها لها هدف واحد من وجهه نظر الوزاره ان لا يكون في المدرسه ان لا يدخل المدرسه اي شخص مصاب او مشتبه باصابته الان الوزاره ذهبت باتجاه كيف نحدد ذلك وكيف نعمل في اطار ذلك وهذا تم بعمل مضني وكبير مع, الوز... مع وزارة الصحة الفلسطينية وفي إطار معايير منظمة الصحة العالمية وأيضا في إطار التشاور مع الحكومة يعني مع الوزير ذهب في غير مرة إلى الحكومة هو وزيرة الصحة ووضع وهناك لجنة وزارية مهمة جدا تبحث هذا الموضوع لذلك كل ما وصلنا إليه في هذا الأمر هو شيء مدعوم بشكل واضح من الحكومة وجزء لا يتجزأ من استراتيجية الفلسطينية الشاملة للوقاية من الإصابة بالفيروس ما تقوم به الوزارة ما ستقوم به الوزارة ابتداء في إطار منع الوصول إلى المدرسة لأي شخص مصاب أو مشتبه به هو ما أطلقنا عليه الإنذار الكوروني المبكر أو هكذا يحب مع الوزير أن يسمي الإنذار الكوروني المبكر الإنذار الكوروني المبكر يعني أنه يكون في هناك رسالة تذهب إلى مدير المدرسة باختصار عندما تقوم فرق وزارة الصحة اللي هي الطب الوقائي بفحص اي طالب او اي معلم بالدقيقة التي يفحص فيها هذا الطالب او هذا المعلم تذهب الرسالة الى 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 مدير المدرسة من اجل ان يتخذ قرارا، هذا القرار فحواه الاولي منع هذا الشخص من او عدم السماح له بالذهاب او دعوته او الاتصال به لعدم المجيء الى المدرسة في اليوم التالي. اوكي؟ هذا ممكن عندما أو, او او اصبح ممكنا لانه خلق تم خلق خلق الترابط ما بين النظام المعلومات الموجود لدى وزاره الصحه ونظام الايسكول الموجود في وزاره التربيه والتعليم وبالتالي اليوم سنذهب باتجاه ان يكون لدى اخواننا 300 فرقة في الطب الوقائي اجراءات تقنية تمكنهم من ادخال رقم هوية الطالب او المعلم المصاب او مش المصاب عفوا المشتبه به او المخالط في اللحظة اللي باخذوا منه المسحة وبالتالي هذا يعني انه مدير المدرسة ياخذ علما بان هذه المسحة قد اخذت من هذا الطالب ويطلب من هذا الطالب او هذا المعلم عدم ذهاب هلا الى حين انتظار النتيجة وعندما تظهر النتيجة في هناك بروتوكول واضح اليوم إخواني إحنا شهدنا في الشهر الماضي اللي كان فيها طلبة الثانوية العامة في بعض آه يعني آه عدم الارتياح لبعض القرارات الخاصة بإغلاق شعب أو إغلاق مدارس نتيجة الإصابة هذا لم يعد جزءا من الواقع التربوي ليش؟ لأن الوزارة أعدت بالتعاون مع وزارة الصحة هذا النموذج هذا النموذج هذا النموذج نموذج يوضح بالضبط ما الذي يجب عمله في كل حاله من الحالات اذا كان هذا الشخص بدون يعني خارج اطار الاجراءات الوقايه قد دخل الى المدرسه، يعني ممكن شخص يعني خارج اطار النظام اللي حكيت عنه ان يكون موجودا في المدرسه، وبالتالي في تعليمات واضحه ومحدده ومتفق عليها وفق المعايير سواء كان هذا الطالب مخالطا او كان هذا الطالب مصابا، ما الذي يعمل؟ متى؟ متى؟ نغلق الشعبه. متى نغلق المدرسه؟ متى يتم عزل الأطفال في في أو وضعهم في إطار متابعه طبيه. هذا النموذج سيكون موجود بين كل مدير مدرسه وكل مديرية تربيه وتعليم وكل مدير صحه حتى ما يكونش القرار بإغلاق شعبه أو بإغلاق مدرسه قراراً ارتجالياً مبني على حاله من التخوف في هذا في هذا الأمر. حتى احنا نكون والممارسات التي تم وضعها هنا هي ممارسات محددة وممارسات مبنية على معايير صحية ترتقي إلى معايير منظمة الصحة العالمية وإلى فضل الممارسات الدولية في هذا الاتجاه بند الآخر احنا أخوان أخوات أيضا الوزارة قامت بجهد كبير من أجل اه توفير مستلزمات الصحية والوقاية للمدارس خلال الفترة الماضية وهذه المستلزمات كثيرة ولا مجال لذكرها الآن بس بهمني تعرفوا أنه في كل المدارس الفلسطينية الآن يتوفر فيها المعقمات وهذا عندما أتحدث عن هذا الموضوع أيضا أتحدث عن قطاع غزة لأنه أيضا هناك جهد كبير جدا ونحن نشجع المؤسسات الدولية اللي بتروح في هذا الاتجاه لأنه بتعرفوا الآن الواقع أيضا في غزة مهم لنا وهذا يعني في حالة من الاهتمام في هذا الموضوع وكل كل المدارس الان مزوده بالمياه وفي هناك اجراءات للصيانه تمت للوحدات الصحيه في المدارس وخلافه من اجراءات صحيه قامت بها الوزاره وايضا في هناك اجراءات ستمكن الطلبه في الضفه الغربيه الان من الحصول على كمامات من اجل ان تكون هذه الكمامات مستخدمه من قبل الطلبه. ونسعى إن شاء الله إلى استكمال هذه المسيرة خلال الفترة القادمة لأنه في هناك عناية وحرص على الجوانب الصحية الخاصة بالعودة إلى المدارس حتى نستطيع أن نتأكد بأن أبنائنا يتعلمون بأمان في إطار النظام الآن مهم جدا أيضا أن أتحدث عن قضية أساسية ومهمة مرتبطة بالرقابة والمتابعة الواعية المهنية المبنية على المعايير هذه المتابعة تأتي في أمرين في جزئين في مسارين أولا وقبل كل شيء المتابعة الصحية كيف نعرف أن كل مدرسة أن الكلام اللي حكيناه الآن يطبق حقيقة على أرض الواقع لذلك الوزارة أصدرت تعليمات واضحة ومحددة ومعايير ومؤشرات صحية ستكون من صلاحية لجان الطوارئ في مديرية التربية والتعليم اليوم أصبحت يعني مفعلة في هذا الاتجاه من أجل التجوال على كل المدارس والفحص بشكل يومي مدى التزام المدارس بهذه الإجراءات الصحية سواء كان بالتباعد أو كان في لبس الكمامة أو كان في إغلاق المقصف المدرسي عند لأنه الآن في قرار بأنه المقاصف المدرسية مغلقة للشهرين القادمين ونقيم الحالة إحنا حتى نضيف إضافة يعني إضافة أخرى على الوضع المعقد الموجود في المدارس وخلافه وبالتالي في هناك إجراءات واضحة ومحددة تم تعميمها على مديريات التربية والتعليم من أجل الفحص وهذا ليس فقط للمدارس الحكومية إنما لكل المدارس لأن هذول كلهم أطفالنا وكلهم طلابنا وبالتالي من صلاحية مديرية التربية والتعليم الآن أن تتأكد من تطبيق هذه المعايير ابتداء بيوم الأحد في كل المدارس سواء كانت مدارس حكومية أو مدارس خاصة أو مدارس تابعة لوكالة الغوث المحور الثاني هو المحور الخاص بموضوع التعلم عن بعد موضوع التعلم عن بعد موضوع أساسي وحتى نفحص أنه حقيقة إذا كان في هناك إجراءات تمت استفادوا منها الطلاب وجهة نظرهم في الموضوع القدرات المبنية الإمكانيات أيضا الوزارة ستجمع معلومات باستمرار عن هدول الأمرين وسيتم اتخاذ القرارات الضرورية بما في ذلك أي عقوبات مطلوبة لشخص مستهتر لا يهتم بالمعايير الصحية ان يكون في هناك اجراءات مهمه طبعا الوزاره خلال الفتره الماضيه ايضا كانت مهتمه بشكل كبير جدا في وضع التعليم في القدس وفي اجراءات واضحه لتمكين المدارس في القدس كما هي في الضفه الغربيه وبالتالي عقدت اجتماعات عديدة مع ذوي العلاقة في القدس احنا عندنا مجتمع مقدسي ومؤسسات مقدسية وأولياء أمور يعني فاعلين متفاعلين في هذا الموضوع ونحن يعني مطمئنون أيضا أن هناك إجراءات مهمة في هذا الاتجاه تمت خلال الفترة الماضية ونحن نتابع ذلك بشكل مستمر طبعا لا يسعني في هذه اللحظة إلا أن أقدم التحية تحية الإكبار لكل المعلمين الفلسطينيين اللي حقيقه في هذه المرحله يعني يقدموا بكل كل ما لديهم من اجل ابنائنا اللي بيستحقوا منا كل اهتمام لانه المعلم يعطي والمعلم عطاؤه مستمر والمعلم لا يتوقف عن العطاء والمعلم انموذج يقتدى به في كل المراحل وفي كل الحقب وبالتالي احنا نرفع القبعات لمعلمينا اللي حقيقه يعيشوا بعضهم ظروف صعبه بسبب اجراءات الاحتلال البغيض في القدس وفي مناطق كثيره من الضفه الغربيه وبعضهم الان مازال موجود في السجون والبعض يقوم بعمله بخير. قيام او الكثيرين والمعظم يقوم بعمله خير قيام رغم الضائقه الماليه التي تحيط بالشعب الفلسطيني والمعلم جزء لا يتجزا من الشعب الفلسطيني، كل الاحترام والتقدير لكم، اتمنى ان تكون يعني ان اكون قدمت صوره ملائمه في هذا الموضوع يمكن الملاحظه الاخيره اللي بقدمها الكثير يسال عن رياض الاطفال انها رياض الاطفال مستمره ابتداء من 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 6 9 لانه اصدرنا البروتوكول الصحي الخاص بعمل رياض الأطفال وأصدرنا خطة العودة إلى رياض الأطفال وأيضا ستكون جزء لا يتجزأ من عملية المتابعة التي تقوم به تقوم بها الوزارة في اتجاه تطبيق الخطة وفي اتجاه الالتزام بالبروتوكول الصحي الخاص بالوزارة هذا ما أردت الحقيقة أن أقوله في هذا الموضوع يعني بأنهي كلامي بأيضا الشكر والتقدير لكل شركائنا في المؤسسات كافة المؤسسات التربوية والمؤسسات الوطنية والمؤسسات الأمنية والمؤسسات الإعلامية مؤسسات الدولة الوزارات لأنه أنتم لازم تعرفوا أنه أيضا يعني كان مهتم مع الوزير والحكومة الفلسطينية أن يشكل هيئة هي لجنة وزارية عليا لأول مرة يتم تشكيلها من أجل دعم جهود وزارة التربية والتعليم في العودة إلى المدارس وأيضا هذا انعكس على شكل انسجام مع كل الأطراف اتحاد المعلمين الفلسطينيين المؤسسات المجتمع المدني اللي هي جزء لا يتجزا من عملنا في هذا الموضوع التنسيق مع وكاله الغوث مع المدارس الخاصه أه سواء الها... سواء الامان العام للمدارس المسيحيه او النقاب العامه للمدارس الخاصه او سواء كان مع اطراف مختلفين من العمليه التعليميه زملائي آه في الوزاره آه لهم كل الاحترام والمحبه والتقدير على ه... هذا الفرق الكبيره التي حقيقه تعمل ليل نهار من اجل انجاز هذا الموضوع وحقيقه يعني آه 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 كان آه لدعم الحكومه الفلسطينيه لمعالي الوزير في كل ما طلبوا باتجاه الجاهزيه المدارس اثر كبير جدا في ان نقف في حيث نقف الان تمنيات لابنائنا بالسلامه ولمعلمينا بالسلامه والتمنيات والرجاء من أهلنا جميعا أن يكونوا شركاء كما عهدناهم دائما ودوما في إنجاز هذا الحلم الذي نحلم أن يعود أبنائنا إلى ممارسة حقهم الطبيعي في التعليم وأن يكونوا متعلمين آمنين سالمين في مدارسهم وفي بيوتهم وبارك الله فيكم طبعا في الاسئله اي حدا من زملائي اخي ثروات اخوان جميعا ابو سامي ابو احمد نقدر نقول طبعا انا بطلع علي أيوة. اخوي أيوة. مدير عام الارشاد والتربيه الخاصه باني انا لم اذكر حقيقه موضوع الدعم النفسي خليني بس اكون واضح وايضا دعم الاطفال ذوي الاعاقه هذا جزء لا يتجزا من خطه العوده الى المدارس في هناك بروتوكول صحي تم تعميمه للاطفال ذوي الاعاقه يتطرق لكل التفاصيل في كل الفئات لأن عودتهم إلى المدارس أيضا عودة حق وبالتالي تذهب الوزارة بهذا الاتجاه وهناك إجراءات للدعم النفسي بقوموا فيها المرشدين وتدربوا عليها ويعني في إضاءات مهمة جدا تفصيلية ممكن أن نتحدث عنها إذا حدا عنده اهتمام في هذا الموضوع يعطيكم العافية سعد فرح جريدة الأيام أول شيء أستاذ بصري كيف ممكن تطمن الناس اللي عندهم مخاوف من ارسال اولادهم للمدارس في ظل الوضع اللي اللي بنشوفه وتخوف من اصابتهم بالمرض؟ المساله الثانيه اللي ما سمعناش منها حابين نسمع شوي عن موضوع في اليات للتعويض الطلابي البعيد الشرعي اللي انصابوا، واذا مثلا معلم في مدرسة انصاب، ايش الاجراء اللي راح يكون؟ وانا فهمت من حكيك انه موضوع الخمس ايام على مدار الاسبوعين حيكون خلال اول اسبوعين. السيناريو ل... اذا انا مش غلطان، ما هو هذا بدي افهمه منك، هو هذا هو السؤال الثالث والاخير. العام الدراسي تبعنا امتى حيخلص؟ هذا شكرا لك. طيب بس لانه اه اول اولا اخوان، اولا يعني رسالتي لمن كل من هو متخوف وأنا ولي أمر كمان وعندي أبناء في المدرسة بقول ما يلي أن وزارة التربية والتعليم لم تأل جهدا على الإطلاق في توفير كل المتطلبات الخاصة بالعودة للمدارس في ظروف آمنة لكن هذه الإجراءات لوحدها لا تكفي لا تكفي ليه لا تكفي؟ لأنه نحن نتحدث عن وباء والوباء بده وعي وبده ممارسة وبده تعاون لذلك بدون الوعي والممارسه الصحيه السليمه والتعاون لا يمكن. احنا ما بنقدر نحط شرطه على راس كل واحد ونقول له انه والله بدك تعمل هيك. وانا واثق انه انه مجتمعنا واعي ومجتمعنا يدرك اهميه تعليم ابنائه، واحنا اثبتنا في مراحل عصيبه من حياتنا انه ضحينا بكل ما نملك من اجل تعليم ابنائنا، لذلك اتمنى ان تكون العوده الى المدارس هي مرحلة جديدة من من مراحل مقاومة الوباء ومواجهته في فلسطين لأنه بهذه العودة سيكون أبناءنا أمثلة مهمة جدا موجودة أمامنا وسيساهموا في توعيتنا لأنه أيضا ستبذل الوزارة جهد كبير جدا في توعية أبنائنا في داخل المدارس من قبل المرشدين بمخاطر المرض وبجوانب الإصابة وبالتالي هذا الأمر مهم جدا أن يفهمه الجميع المحور الثاني عندما يصاب معلم في هناك إجراء في البروتوكول واضح ما الذي يجب عمله وكيف يمكن تعويض ما يقوم به المعلم في هذه في هذه المراحل بالمناسبة خطة الوزارة في الصف الأول للرابع من الصف الأول للرابع تتضمن التركيز على المواد الأساسية اللي هي اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية لأنه بدنا في التعليم الوجاهي يكون في تركيز على هاي المباحث وهذا ما تم ما تم ما صدر من تعليمات من اجل الاهتمام، لانه عندنا معلمين اثنين او معلم واحد وبالتالي نستطيع التحكم بهذا الموضوع، وبالتالي صدرت تعليمات الوزاره في هذا الاتجاه، لذلك في امكانيات واضحه في هذا الموضوع، اثنين موضوع الدوام التعاقبي هو موضوع للشهرين لاول شهرين وللعام الدراسي اذا استمر الوباء. وبالتالي يعني احنا لا نتحدث عن اسبوعين او عن نتحدث عن ارباع من العام الدراسي والخطه لعام دراسي اذا استمر الوباء لا سمح الله يعني مضطرين ان نذهب بهذا الاتجاه. والمحور الاخير هو المحور الخاص ب نهايه الدوام، نهايه الدوام كالمعتاد احنا نصدر التقويم المدرسي اللي بينتهي عاده في واحد ستة. من كل عام وبالتالي إذا اضطرينا تمديد سيصدر قرار بذلك وفق المصلحة العامة الموضوع التعويض طلب المصابين بمعنى الجالسين في البيوت طبعا احنا حكينا عن اليات التعلم عن بعد وبينها بينها التواصل المباشر مع المعلم وما بينها ايضا موضوع استخدام الرزم التعليميه والواجبات البيتيه، كل هذا هو جزء لا يتجزا من عمليه متابعه الطالب اثناء وجوده في البيت، سواء كان هذا الطالب مصاب او مخالط او كان اي في اي حاله من الاحوال الوزاره وفرت محتوى تعليمي عبر الفضائية وعبر الرزم التعليمية وعبر الواجبات البيتية من أجل أن تخدم الطالب أثناء وجوده في البيت وهذا جزء لا يتجزأ من المهمات اللي بيقوموا فيها المعلمين وتقوم فيها المدارس يعطيك العافية دكتور في الشق الصحي اولا تعطينا اذا في معلومات عن عدد الطلب المصابين في الثانويه العامه حاليا وهذا كم بيعطي مؤشر ايضا تحدثت بانه لن يتم اغلاق شعب بجوز انت تحدثت يعني مش مش راح يكون زي سابقا اغلاق مدارس وشعب ممكن الصفوف العليا يتم التحكم بالتباعد وعدم اختلاط الطلبه لكن الصفوف الدنيا يعني ربما هناك صعوبه للطلبة تقريبا يعني بيستخدموا اغراض بعضهم خصوصا صف اول ورابع فهل هذا سينطبق عليه بالنسبه لشق التعليم عن بعد او التعليم الالكتروني في عندكم خطه التعليم المدمج يعني الجهتين مع بعض، لكن المعلم هو موجود في المدرسه بيعلم طول الاسبوع، فكيف رح يكون هو قادر على التعليم عن بعد والتعليم الوجاهي بنفس الوقت؟ شكرا. اولا بالنسبه لموضوع تقييم الوضع للفتره الماضيه، احنا الوزاره عملت يعني تعمل بشكل مستمر تحليل دقيق. لموضوع الاصابات وين موجود يوم المعلمين والطاقم التعليم التدريس وخلافه والمدارس التي اغلقت والشعب التي اغلقت وخلافه احنا النسبه العامه هذه هذا هذا كونكلوجن هذا بعطيك الخلاصه النسبه العامه لاصابه الطلبه في 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 الشهر الماضي لم لا تختلف عن النسبه العامه لاصابه المجتمع بمعنى اذا اذا قسمت نسبه الطلاب اللي اللي شخصوا انهم مصابين، طبعا هذه الاصابه ليست من المدرسه، هذه إصابة اجت من من خارج المدرسه، نسبه الطلاب عدديا المصابين بالنسبه لمجموع الطلاب اللي هم كانوا ألف طالب اللي رجعوا في الضفه الغربيه، النسبه تقريبا واحد, واحد وثلاثه في العشرة في المية، وهي قريبه من نسبه الاصابه في المجتمع الفلسطيني الان، وكذلك المعلمين، هذا البند الاول، البند الثاني اخي جهاد الموضوع الخاص بإغلاق الشعب أو المدارس في المرحلة الماضية كان بناء على في, في ظل غياب معايير واضحة لعملية الإغلاق أو للتصرف اليوم أنا بقول أنه في هناك إجراءات واضحة وفي هناك تعليمات محددة وفي هناك معايير اللي بتقول مدير المدرسي متى تغلق الشعبة وهل تغلقها لفتره زمنيه طويله او لفتره قصيره لانه الشعب مرات انت حسب الاصابه بتغلقها ل 24 ساعه مشان تعقم لما يكون عندك طالب واحد مصاب بديش احكي في البروتوكول لانه البروتوكول كثير تفصيلي وهذا ومرات انت بتغلق الشعب ل 14 يوم لانه عندك عدد اصابات كبير في الشعبي وبالتالي بدك تتاكد انه الطلاب هذا مرات اذا كان في عندك اصابات في اكثر من شعبي ايضا اذا كان في عندك ففي هناك الان اجراءات محدده موجوده امام كل مدير مدرسه وبطلت القضيه اجتهاد بالاضافة لذلك اللي نسيت احكيه انه في محور في موضوع الاصابة ليس لا يتعلق بوزارة التربية والتعليم بشكل اساسي اللي هي القضية اللي طالبت فيها وزارة التربية والتعليم. واعتقد انها مهمة في موضوع الوقاية، اللي هي قضية آآ آآ المناطق تصنيف المناطق حسب الاصابة في الوباء، مناطق حمراء او صفراء او خضراء. في هناك الان النظام هذا اقر وموجود في وزارة الصحة. والمناطق الحمراء اللي في اذا كل المدارس اللي في هذه المناطق طبعا ستغلق وسيتحول التعليم في هذه المنطقه الى تعليم باستخدام الوسائل المختلفه اللي تحدثت عنها، الاعتماد على الفضائيه، التواصل بين الطلبه والمعلمين بوسائط مختلفه، الاعتماد في هذول الاسبوعين الجايين على المواد الموجوده والتي تم توزيعهم من قبل المدرسه وخلافه، وبالتالي ايضا هذه الاجراءات جديده علينا في المجتمع الفلسطيني واعتقد انها تخدم بشكل كبير ومباشر استمرار العمليه التعليميه. المعلم 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 جزء لا يتجزا احنا بنعرف احنا احنا كنا معلمين وفي معلمين كثر موجودين المعلم هو جزء من من واجبه ومن من من مهامه انه يتابع تعلم اولاده وبالتالي موضوع الواجبات البيتيه مش جديد على المعلمين هذا جزء من حياتنا التعليميه سابقا وفي ناس يعني في احنا بنعرف انه قبل الجائحه في اولياء امور كانوا يشكو من حجم الواجبات اللي بيعطيها بعض المعلمين لذلك احنا بنسير في هذا الاتجاه تقريبا حوالي حوالي 500 لا لا احنا على كل الاحوال النسبه النسبه انا بحكي لك بحكي لك الكونكلوجن النسبه هي النسبه التراكميه هي موازيه لما للنسبه الموجوده من الاصابه في المجتمع الفلسطيني وبالتالي هذا ما 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 ليس مدعاة للقلق من وجهه نظري في اي اسئله اخرى اخوان تفضل تفضل بلا شك انه العمليه التعليميه هي اركان مترابطه وعمليه القياس فيها مهم لنجاح تحقيق الاهداف في السابق كان سهل ان نحقق القياس من خلال اهداف معروفه اليوم احنا عندنا اركان جديده تدخل في العمليه التعليميه لدينا نصف النصاب التعليمي سيشرف عليه الوالدين الوالدين جزء منهم موجود خارج اطار الوقت الواعي للتدريس في العمل. الان كيف يمكن ان نربط حاله تحصيل في نصف النصاب ما بين معلم اصلا قائم في مدرسه والوالدين موجودين في العمل. كيف يمكن ان نحقق تكامليه اذا اعتبرنا هذا النصف واعي؟ هل هذه الفتره ستعطى فيها المواد جديده ولا فقط المواد هي يعاد مراجعتها في الوقت التي لا يحدث فيه دوام، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بالمعلم، يعني لعلي قبل المؤتمر الصحفي حاولت أن أقوم يعني أسئلة للمعلمين في أكثر من من مساحة. بقول لك نحن لا نستطيع أن نحمل عبء ما قامت به الوزارة من تقديمه من خطة. أنا مطلوب مني أن أدرس نصاب كامل، أقسم الطلاب صنفين، ثم أدير دائرة تعليم عن بعد، وهذا التعليم عن بعد أدواته غير موجودة عند كل الطلاب الـ 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 النوافذ التي أعدت للتعليم عن بعد الطلاب يعني خلاف ما قلت دكتور على الأقل بعض المدارس سألت أنه 50% غير موجودين على النوافذ الخاصة بوزارة التربية والتعليم القياس دكتور في, في النهاية نتحدث عن التقييم كيف نخلق عدالة في الامتحانات النهائية بين طالب تمكن بسبب ظروفه الاقتصاديه عنده تلفزيون، عنده انترنت مكتمل وبين طالب على الاقل في العوجه، احنا رحنا غطينا في العوجه قبل فتره، لا يوجد لديهم ادنى مقومات لهذه العمليه، بنيت العمليه. السؤال الاخير دكتور وهو سؤال ايضا مهم، سؤال الاهالي فيما يتعلق بقطع المواد التعليميه ما بين صف واخر. بقول لك يا عم نحن جربنا التعليم عن بعد في الجزء الاول من الجائحه، تبين ان هناك فجوات كبيره في المدرسه نفسها ما بين شعبه وشعبه، كيف يدار عمليه العداله في هذه المساله؟ هذه اسئله تقريبا يمكن ان شكرا صديقي. اولا اولا خليني اكون واضح، وايضا اي اي من زملائي يستطيع ان ان يضيف لما اقول. اولا اولا نعرف وهذا يكون واضح لمجتمعنا انه احنا ما لا نتحدث عن لود او او عبء اضافي على العائله لم يطرق في المدرسه يعني نتحدث عن دور التعلم عن بعد اثناء وجود الطالب بعيدا عن المدرسه رديف لما تم اعطائه في داخل المدرسه وبالتالي فيش ماده جديده بده يروح الاب او الام يعلموها لابنهم لانه ما اخذهاش في المدرسه واضح هذا مهم نحن نتحدث عن عن اجراء وعن نشاط رديف داعم مساعد لما تم في المدرسة لا يطلب من المدرسة أن من البيت أن يعلم أبناءه أو بناته مفاهيم لم يتعلموها في داخل المدرسة إنما مطلوب منه وهذا حقيقة عندما تحدثت عن ما عدته الوزارة في هذا الموضوع وخاصة في موضوع الرزم التعليمية أو في موضوع الواجبات البيتية الأسبوعية اللي لازم يكون فيها الطالب في البيت هي جزء لا يتجزأ وتنتمي إلى ما تم تعلمه في داخل الصف اوكي هذا واحد اثنين كل ما تم ما تم انجازه انا تحدث امام زميلي رئيس مركز المناهج في موضوع الرزم التعليميه كان يهدف الى تعزيز التعلم الذاتي يعني ما بفترض انه والله وبدي افترض انه حمل اولياء الامور العبء لكن احنا بنقول من الجميل من المفيد من المهم ان يتحمل اولياء الامور عبء كما تعودنا جميعا لكن ندرك أن بعض اولياء الامور بسبب لاسباب مختلفه لن يستطيعوا ان وهذا لا يؤدي الى هذا الفجوه، طبعا الفجوات سابقا موجوده قبل الوباء لما كان الاب والام يهتموا في تعليم ابنائهم يخلقوا فجوه تعليميه بالمقارنه مع من لا يهتم بتعليم ابنائه وهذا بالتالي هذا هذا جزء لا يتجزا من الثقافه التربويه الموجوده في العالم منذ عقود ومنذ قرون وبالتالي هذا ايضا مهم. لذلك أنا أريد أن أطمئن الناس بأنه عندما نتحدث عن التعليم عن بعد لا نتحدث عن إلقاء المزيد من الأعباء على الأسر الفلسطينية إنما نطالب بمزيد من الاهتمام بأبنائنا وبناتنا لأهمية الاهتمام فيهم في هذه المرحلة نفسيا وتربويا واجتماعيا وسلوكيا وكل اللي بدك مهم هذا يكون واضح ومحدد في أذاننا جميعا في هذه المرحلة بالتحديد نين عبء المعلم انا ايضا اعتقد بانه في هناك عدم وضوح لدى من بعض من نسألهم أحيانا أو من نتفاعل معهم لأنه هذه تجربة يعني جديدة وبالتالي الناس اطلعوا على ما تم ممارسته خلال الفترة الماضية اليوم إحنا في إطار يعني إيجاد معايير موحدة للنظام وإيجاد عمليات ما بتحتملش التفسير واحد من التين لذلك الوزارة منشغلة خلال الأيام الماضية باتجاه أن يكون هذا الأمر واضح لمدراء المدارس سواء في التعامل مع الإصابة على الجائحة أو سواء في التعليمات التربوية لن نحمل المعلم يعني يعني اشياء اضافيه بالمناسبه قسمه الشعبه الى شعبتين لا يعني لا تعني على الاطلاق اعباء اضافيه للمعلم لانه المعلم بده يدرس دروسه اليوم وبكره وبعد بكره ولا بنفس العبء التدريسي بدون اضافه حصه واحده على الاطلاق بالعكس بعض المعلمين ارتاحوا شوي لأن ريحناهم من بعض الحصص لأنه مطلوب منهم المساعدة في الوضع الصحي الموجود في في المدرسة لذلك هذه أيضا رسالة طمأنة للمعلمين طبعا المعلم مطلوب منه أن يحضر هذا الواجب الذي يأخذ الطالب المعلم مطلوب منه أن يكون للطالب يعمم ما يرده من الوزارة ومن مديرية التربية والتعليم من تعليمات لمشاهدة الفضائية وخلافه هذا طبعا بده جهد لكن إحنا عمرنا ما نخلنا يعني المعلم لا يبخل إطلاقا بإعطاء جهد بسيط إضافي يساعد في تعلم أبنائنا في هذا الموضوع وأخيرا أنا بقول لك بصراحة أنا يعني الوزارة في التصميم اللي اللي وضعته لموضوع التعلم في هذه المرحلة لا يتضمن خلق فجوات تعليمية لسبب إنه في عنا نظام تقويم وجاهي يعني كل شيء نسمح فيه إنه يكون عن بعد عن بعد عن بعد إلا تقويم وبالتالي الطالب في كل شهر بده يخضع لعمليه تقويم نتاكد من خلالها ان هذا الطالب يعني اتقن ما يجب اتقانه او حصل ما يجب تحصيله كاداه من ادوات الحكم على هذا الموضوع بعرف زملائي اذا حدا بحب يحكي في هذا الامر انا خلاص هذا هو شكرا بارك الله فيكم